حتى لا تطالب أنقرة بمكة والمدينة، افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله. لم تغب الأطماع التركية بالعالم العربي يوما عن بال صانع القرار في أنقرة، لا سيما في 20 عاما الماضية، وتكشفت الحقائق في الحرب الأهلية السورية حين دخلت تركيا على خط تغذية الجماعات المسلحة الإرهابية وشنت حربا على الأكراد في مسعى منها إلى إعادة تكرار المجزرة الأرمنية بمطالع القرن 20. من الحماقة السياسية أن يؤيد أي عربي محاولات الجيش التركي لبسط هيمنته على أي منطقة سورية، خصوصا في الشمال المتاخم للواء الإسكندرون الذي احتلته تركيا وضمته إليها، فيما أبقت عيونها مفتوحة على بقية الأراضي كي تستعيد المجد العثماني. في هذا الشأن يجب أن تسقط كل الاعتبارات الكيدية، إذ لا يمكن استبدال الاحتلال الإيراني بآخر تركي، حتى لو أن البعض لعب على وتر المذهبية، أي إحلال السني التركي مكان الشيعي الفارسي، فكلاهما يؤدي الدور نفسه بهدف تغيير الواقعين الجغرافي والثقافي للأمة العربية، وبذلك يتساوى الخطران، ما يستوجب التصدي للمخططين بالقوة، لأن أي تهاون في ذلك يعني إفساح المجال لانفتاح الشهية التركية على التوسع أكثر، إذ لا يستبعد في يوم ما أن تطالب أنقرة بمكة والمدينة على غرار ما فعل نظام الملالي بعد أن يستتب لها الأمر في إدلب. قلنا سابقا ونكررها اليوم، إن رهان بعض العرب على إسقاط النظام السوري كان من الأخطاء السياسية الكبرى، فالذين سعوا في هذا الأمر لم يقرأوا المعادلة الشعبية بتمعن كي يتبصروا حقيقة أن للنظام امتداداته بين المكونات الاجتماعية كافة، السنية والعلوية والأقلوية الأخرى، وأن هناك نسبة لا بأس بها من الشعب لا ترغب في خسارة الاستقرار الأمني، لذلك التفت حول النظام ودعمته. نعم، من حق الشعب السوري أن يختار من يحكمه، وهذا حقه مثل بقية شعوب العالم، غير أن الملايين المشردين منه في أصقاع الأرض ليسوا الورقة الرابحة في يد أي دولة للضغط على النظام، إنما هم ورقة ابتزاز بيد بعض الدول، خصوصا تركيا ضد أوروبا. فمنذ البداية استخدمت حكومة حزب العدالة والتنمية هؤلاء ضد الاتحاد الأوروبي، مرة من أجل تسهيل دخولها عضويته، ومرات للحصول على الأموال أو تأييد دورها العسكري في سوريا لتحقيق أطماعها. الأوروبيون قالوا كلمتهم لأنقرة، وهي إن التهديد بموجات اللاجئين لن تؤدي إلى القبول بشروطها، وأن الخروج من الاتفاق الأوروبي التركي الموقع في مارس عام 2016 بشأن اللاجئين لن يجعل القارة العجوز تخضع، ونتيجة لذلك فأن الحكومة التركية اليوم كمن وقع بين حجري الريحة، وهي تبحث عن مخرج لإنقاذ نفسها، لذلك إذا دخلت إدلب وهيمنت عليها لا شك ستشعر بنشوة الانتصار وستسعى إلى المزيد من التوسع عربيا. لذا فإن الحرب الحالية هي في الشكل بين تركيا والنظام السوري، لكنها في الجوهر هي حرب تركية على العرب أجمعين، فهل يدرك العرب ذلك؟